بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله معاكم دكتوره رشا. هنتكلم النهارده عن الاكسجينيشن اللي هي اكسجين. الاكسجين هنتكلم الاول عن ايه هي الاكسبلين الريزونز، ايه الاسباب اللي تتطلب ان انا اخد فيها اكسجين، وهو الاكسجين ده عباره عن ايه وامتى واخده، وايه هي الاكوبمنت اللي انا هستعملها والدليفري سيستم او المودز اللي انا هبدا اخد بيها اكسجين. اول حاجه بقول وات از اكسجين. الاكسجين دوت بقول هو جاز، عباره عن جاز كيميكال، جاز فورميليتد، بيتكون من الاوتو، بيكون المواصفات بتاعته هو كارلس اوردر ليس تيست ليس، لا له طعم ولا رائحه ولا لون. بتكون البولينج بوينت بتاعته 183 درجه، والميلتنج بوينت اللي هي درجه الغليان 183، ودرجه الميلتنج اللي هي التجمع بتاعته بتكون 216. الكونستيتوت اباوت 20.95% من الاتموسفير، من الهواء الجو الخارجي المحيط بالانسان. تاني حاجة الاكسجين دوت الاكسجينيشن او الاكسجين، هنا بقى ده موسس، دي طريقة باي ويتش الاكسجين السبلايمنت، بدي بمده بهاي بريسنت، بنسبة عالية عن الاتموسفير اير، عن الهواء الخارجي. يعني انا بقى طريقة بمد بيها اكسجين بتركيز عالي عن الهواء الخارجي دوت، لان بقول ان الاكسجينيشن ده بيزك هيومن نيدز، ده اساسي لحياة الانسان، او بقول عليه ان هو مينتيننج لايف، يحافظ لي على الحياه. طب الاكسجين دوت هنا بيكون في تو سيستم في البودي متطلبين او ديماند اللي هي متطلبات مهمين جدا للاكسجين، اللي هو الكاردو فاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم، اللي هو الجهاز الدوري اللي قلبه الجهاز الدوري والجهاز. بقول الحاجه الثانيه اللي هي الايه بقول عليها اللي هي الايه اكسبيريشن، هنا ديافراج اللي هو حجاب الحاجز والانتركوستال ماسلز، هنا كان كونتراكت، هنا حصل لهم ايه ريلاكسيشن، بيبداوا ان هم ايه يحصل ريلاكسيشن. هناك اللونج فوليوم اللي هو اللونج فوليوم كان انكريز، هنا في الاكسبيريشن يحصل له ديكريز. الانتر بولمونري بريشر كان هناك ديكريز، هنا لا، الضغط هنا يبدا هيبقى اعلى، والاير هنا هيبدا ان هو يحصل له اكسبالد او اكسبيريشن تو فروم اللونج، بيبدا ان هو يخرج بره. طب الجاز اكستشينج اللي هو تبادل الغازات، طب تبادل الغازات كل عارفين ان تبادل الغازات بيحصل فين؟ في الالفولاي، او الفنتيليشن نفسها بتحصل فين؟ في الالفولاي. طب هنا البريجر بتاعتها بتختلف كل سايت من الريسبيراتوري ممبرين، بيحصل على حسب ديفيوشنز او الاسبريد اللي هو انتشار الاير. طب انتشار الاير دوت بيحصل، يعني عشان يحصل انتشار للاير لازم يكون في بريجر، بيبقى في الضغط، لازم يكون الضغط مختلف. بمعنى اصح هنا في الالفولاي الضغط جواه، هنا بيكون الضغط بتاع البي او البي او 2 اللي هو ضغط الاكسجين جوه الالفولاي بيكون 100 ام ام اتش جي. طب البي سي او 2 اللي هو نسبه ثاني اكسيد الكربون، البريشر بتاع جوه الالفولاي بيكون 40 ام ام اتش جي. طب جوه البلد الفينس بلد عشان تحمل بيه لازم برضو عشان يمشي محمل بالاكسجين لازم يمشي تحت ضغط، الضغط بتاع البي او 2 هنا بيكون 60 ام ام اتش جي، والبي سي او 2 اللي هو نسبه ثاني اكسيد الكربون هتبقى 45 ام ام اتش جي. هنا بيحصل ديفيوجن انتشار للاو 2 فروم من الالفولاي، بينتشر الاكسجين من الالفولاي عشان يوصل للدم عن طريق البولمونري بلد فيسلز. بعد كده بيحصل برضو سي او 2 هو ثاني اكسيد الكربون، بيبدأ ديفيوجن من البولمونري بلاد فيزلز اللي يرجع تاني للالفولاي عشان تحصل تبادل الغازات، ان الاكسجين يدخل وثاني اكسيد الكربون يبدا ان هو يخرج. طب ايه هي الفاكتور اللي بتاثر على الريسبيراتوري فانكشن، على وظيفه التنفس ده؟ الانفايرمنت اللي حواليا، سواء بقى كان دخان، الدنيا برد كولد هوت، الاير بوبوليشن اللي هو في تلوث في الهواء، الاكسرسايز نفسها، الحاله الايموشنال العاطفيه سواء كان خايف او انجر او انكزايتي قلقان، اللايف ستايل نفسها بتختلف على طريق الاوكيوبيشنال او الجوب بتاعت البيشنتس دوت او الشخص دوت، او كان سموكينج بيدخن، الهيلث ستيتس بتاعت البيشنتس اللي هي الحاله الصحيه، زي اذا كان عنده انيميا طبعا له في الريد بلاد سيلز طبعا هتاثر لي، ان عارفين ان الهيموجلوبين ودولت بيبدا ان هو يشيل لي، هو اللي بيشيل ذرات الاكسجين في الدم عشان يوصلها لجميع اجهزه، فبالتالي هو عنده انيميا فبتكون نسبه الهيموجلوبين قليله، فعشان يشيل البلد المحمل بالاكسجين بتبقى قليله، فهتاثر لي على الهيلث ستيتس، على الحاله الصحيه، تاثر لي برده على نسبه الاكسجين فين في الدم. الناس برده اللي هي بتاخد ناركوتك اللي هي المخدرات او الحاجات المخدره زي المورفين برده بتحصل ريلاكسيشن في المصل، بتعمل ارتخاء في العضلات، فبرضو الجهاز التنفسي مش هيبدا ان هو يقوم بوظيفته، او نسبه الاكسجين في الدم برضو هتبدا ان هي
هتقل. طب ايه هي الكومن مانيفيستيشن، ايه الاعراض الشائعه ان هي تعمل لي امبيرد، خلل في الريسبيراتوري فانكشن، في خلل في الجهاز التنفسي في وظيفته؟ اول حاجه تظهر عليها على المريض دوت هيظهر لي حاجه اسمها هايبوكسيا. هايبوكسيا اللي هي لاك في الاكسجين، نقص في الاكسجين، ويحصل الجريشن، تغير في البريسنج باتر في نظام الريسبيريشن، وحصل هنا بيبقى نتيجه حصل اوبستراكشن كامل كومبليت او بارشل او جزئي للايروي. الايروي اللي هو مجرى الهواء، ليه ما حصل له انغلاق او قفل كامل او جزئي. طب هنا بيقول لي هي ايه هي الميجرز، ايه هي القياسات او الحاجات اللي انا اقدر اعملها عشان ابدا اعمل بروموتنج تحسين للديكوت ريسبيراتوري فانكشن، لتحسين وظيفه الجهاز التنفسي او يبدا يتنفس كويس. اول حاجه عندي ان انا اتاكد باترن اي وي، باترن يعني الاير واي ده مفتوح، ان يحصل جاز اكسشينج ما بين الكلاينت وما بين الانفايرمنت، وفي نفس الوقت بفحص ان هو لو حصل اي اوبستراكشن قفلت للاير واي ابدا افتحها. طب الاوبستراكشن ده ممكن يحصل عن طريق ايه؟ فورم تو بودي او اي حاجه اوبجكتيف، بلع حاجه وقفت جوه ايه الاير واي وقفلته، او الميكوزا اللي هي الايه ممكن سكريشنز او بيبلع ريقه بلعه دخل عندي فين في الترقيه، فبدات ان هي ايه تقفلها لي. بعد كده تاني حاجه ان انا ايه بعد ما اتاكدت ان الاير واي مفتوح بحط المريض في وضع البوزيشننج بتاعه اللي هو فورورد بوزيشننج، ده بيسمح لي للشيست ماكسيمم للشيست اكسبنشن، ان تمدد الصدر كويس قوي، ان انا احطه في فورورد بوزيشن، وان انا اشجع ان هو التغيير وضعه على طول كل فتره. تالت حاجه ان انا اقول له يعمل ديب بريسنج والكافنج اكسرسايز، ان دي كلها تمرينات انا بمر بعلمها للمريض، هنا بتحسن الاكسبنشنز بتاعت اللونج اللي هو تمدد اللونج، وفي نفس الوقت بتعمل لوزنج للسكريشن، بتحرك كل السكريشن كل اللي موجوده جوه، فبالتالي فبيبدا ان هو ايه التنفس بتاعه يبدا يتحسن. رابع حاجه اديكويت هايدريشن، هايدريشن ان انا اديله سوائل، هايدريشن اللي هي السوائل، ان انا احافظ هنا لما بياخد سوائل كتير بيحافظ له على الميوست اللي هي الايه اللي هي الرطوبه بتاعه الريسبيراتوري ميكوزا اللي هي الغشاء المبطن الجهاز التنفسي، بتبدا هنا بيبقى مويست بيبقى ايه رطب، فبالتالي ممكن كمان استعمل له حاجه تانية اسمها الهيمودوفاير او النيوبلايزر اللي هي البخاخات او اللي هو جهاز اللي هو الجهاز اللي بحط فيه جلسات، دي كلها حاجات انهيليشنز بتبدا ان انا اخدها عشان ارطب بيها الميكوزا بتاعه الريسبيراتوري ميمبرين. ده خامس حاجه عندي ان انا اعمل له بقى بروبر سكشن، بروبر سكشن ان انا اعمل له تشفيط، ابدا اشفط كل السكريشن الموجوده عندي دي اللي قافله لي الاير واي، او ان انا اتجنبه كمان كل الانفايرومنت اللي هي تسبب لي ان هي تكون ملوثه او فيها دخان او ان حد بيدخن او كده، ابعده عنها المريض دوت عشان احسن له عمليه التنفس. دي كلها ان انا موسدز بعملها عشان تحسن لي عمليه الايه التنفس. اخر حاجه بقول عليها او بقول عليها يوزنج انفليشن ديفايس، انفليشن اللي هي نفخ، اجهزه نفخ، اجهزه النفخ دي بقول عليها انتنسيف او موديفيشن زي السبيروميتر اللي هي جهاز كده عامل زي البالونه بينفخ فيه وفي بليه معينه بتطلع وتنزل، دي بتساعد ان يحصل اكسبنشنز جامد قوي للونج وترجع تنكمش، فبيحسن لي عمليه الايه التنفس. او ان انا اديله انترميتد بريشر بوزيتيف بريشر من البريسنج عن طريق ان انا اديله اكسجين تحت ضغط عالي عن الاتموسفير برجع عن الضغط اللي هو ايه حوالين المريض دوت. اخر حاجه بقى ممكن اديها للمريض ده ان انا اديله اكسجين ثيرابي مباشر على حسب حاله المريض وعلى حسب الايه الديزيز اللي موجود عنده، بيبدا الدكتور يحدد الطريقه اللي انا هدي بيها. سي مثلا اديله عند النيزل كانولا، لان كل نوع من انواع ديت اللي احنا هنقول عليها بتدي بتركيز معين فعلى حسب حاله المريض. الاكسجين ثيرابي بقول عليه الديفينيشن بتاعه ان انا هنا بحافظ لي على السيرفي بتاع الاول بودي تيشو، ان انا ما يحصل ليش ديبريفيشنز اللي هو حرمان اكتر من فيو مينتس، لان ده لو هو اكتر من 4 ل 6 مينتس حصل حرمان للبيشنتس ده او المريض اللي قدامي من الاكسجين، بيحصل دامج ويحصل برين حاجه اسمها برين ديس اللي هي موت خلايا المخ. عشان كده بقول عليه ده ايميديت لايف ثريتنج سيتويشنز، ان ايميديت يعني فوري بيحافظ لي على حياه المريض دوت لو انا ما ادتوش للمريض. طب الغرض من ان انا ادي اكسجين ايه؟ تو ريليف الديسنيك، الديسنيك ان احنا قلنا اللي هي ايه ديفيكولت في الايه في البريسنج، او ان انا اقلل او امنع الهايبوكسيا اللي احنا قلنا عليها اللي هي لاك في الاكسجين. بعد كده طب وين يوز، متى استعمل الاكسجين ثيرابي؟ لما البيشنت ده اقول عليه ان هو عنده هايبوكسيا،
اللي هو نقص في الايه في الاكسجين، او اكيوت هايبوتنشن اللي هو ضغط الدم بتاعه منخفض، او البريسنج مش قادر يتنفس كويس، او حصل تروما اللي هي اي خبطه، او الاكيوت النس مرض حاد حصل، او السي او بويزنيك اللي هو التسمم بثاني اكسيد الكربون، او سيفير انيميا او انيميا حاده، او ديورنج قبل فتره دخوله فتره ايه العمليات، اول ما بيبدا المريض يتخدر الدكتور باول حاجه بيديها له بيديله ايه اكسجين. طب عشان اتاكد ان هو سيف وافكتيف تريتمنت، لازم اتذكر كده بيني وبين نفسي ان انا ابص على الايه البريسكريبشنز دراجز اللي هو الموصوف للمريض دوت. طب البريسكريبشنز ده هبص على ايه؟ الاكسجين ده هبص على الفلوريد بتاعه ده ايه، الدليفري سيستم هديله عن طريق انهي نيزل ولا ماسك ولا انهي حاجه هستخدمها للمريض ده، الديوريشنز الفتره اللي هو هياخدها، والانستراكشر فور مونيتورنج اللي هي تعليمات ان انا الاحظ بيها المريض دوت. طب الاكسجين ديليفري موسس، عشان ابدا ان انا اقول ايه هي الطرق اللي هياخد بيها اكسجين، لازم اعرف الاول الاكوبمنت اللي انا هستخدمها. الاكوبمنت عندي 5 اكوبمنت لازم يكونوا جاهزين. الاكسجين سبلاي، مصدر الاكسجين دوت اللي انا هاخد منه الاكسجين، بيبقى حاجه تانية اسمها الفلو ميتر. بعد كده الاكسجين تيوب، الوصل اللي هتوصل لي ما بين الفلو ميتر وما بين الايه الدليفري ديفايس، الدليفري ديفايس او الهيمودفاير. دولت 5 حاجات، تبقى الاكسجين اللي هو موجود عندي سواء كانت عندي سلندر اللي هي اسطوانه، او اللي هو الايه اللي هو الولت او تلوت اللي هو الاكسجين المركزي. طب الفلو ميتر ده عباره عن جهاز كده عشان ايه بحط فيه، بيبقى متوصل بالهيمودفاير الاخير دوت، بيوصل بماده كده عباره عن ميه متقطره بترطب الاكسجين قبل ما يدخل. طب الاكسجين تيوبنج اللي هتوصل ما بين الفلو ميتر وما بين المريض، اللي هو الدليفري ديفايس اللي هو هديله عن طريق ايه؟ هديله عن طريق ماسك، هديله عن طريق نيزل، هديله عن سمبل فيس ماسك، انهي طريقه هيبدا ياخد بيها. طب هنا اللي هو الدليفري ديفايس ايه الطريقه اللي هناخد بيها؟ في عندي انواع مختلفه، منها البارشال ريبريسنج ماسك والنون ريبريسنج ماسك والسمبل فيس ماسك والنيزل كانولا او النيزل سبرونج والفنتري ماسك. كل واحده من دولت ممكن تبص على الشكل بتاعها، بيختلف شكلها، وكمان بيختلف نسبه التركيز بتاع الاكسجين اللي انا هدي بيها المريض. هيقول لي تركيزه كذا او من 2 ل 3 لتر في البير مينتس، دي كلها تختلف، كل واحده من دول بتختلف عن الثانيه، وده اكيد هتاخدوه في ايه في العملي. طب الاكسجين ديليفري سيستم زي ما انا قلت كده ان الاكسجين ده بيعتمد على حاله المريض واحتياجات المريض دوت والكومفورتبل والديفلوبل كونسيدريشنز اللي هو تطورات حاله المريض دوت. عشان كده بقول ان الاماونت بتاعه الاكسجين ممكن تتحدد بالفلوريت، الفلوريت بتاعه هدي مثلا 2 ل 6 لتر في البير مينتس مثلا، دي بتديها حاجه معينه. قلنا مصدر الاكسجين اللي هو الوولد اوتلوت اللي هو السنتر سبلاي اللي هو الاكسجين المركزي اللي موجود عندي في الحيطه، او الاكسجين سلندر اللي هي اسطوانه الاكسو جين. طب زي ما احنا قلنا كده اللي هو الدليفري سيستم ان هو ياخد الاكسجين عن طريق ايه؟ قلنا في حاجه اسمها اللي هو لو فلو ان هو بيدي بتركيز عالي، او هدي اللي هو لو بتركيز قليل، يا اما هدي هاي بتركيز عالي، يا اما هدي لو بتركيز قليل. طب اللو ديت بقول عليها الديفينيشن بتاع اللي هو لو فلو سيستم ده، دونت بروفايد اول جازز نيسيسري تو ميت البيشنتس مينت فنتيليشنز، ما بتدينيش كل الجازز الضروريه ليتقبلها المريض في الدقيقه في دقيقة التنفس، اي بيديني اللي هو الايه برسايز فنتيليشنز، يعني بيديني التنفس بطريقه مختصره. طب ايه هي الحاجات اللي تديني التنفس بطريقه مختصره ديت؟ زي النيزل كانولا، الفيس ماسك اللي هو البارشال ريبريسنج ماسك، النون ريبريسنج ماسك. تبقى هنا هيديني الاكسجين بس بتركيز قليل، فبالتالي الحاجات التايبس دي بتديني اكسجين بقول عليه لو فلو سيستم، لو فلو سيستم. طب ايه هو بقى اللي يديني هاي، اللي يديني تركيز عالي او بسميه فيكسد بيرفورمانس دوت؟ بقول هنا الفلو سفيشنت تو ميت اول بيشنتس نيدز، بيديلي سفيشنس كافي ان هو يتقبل كل احتياجات المريض، وانشور بيشنت ريسيف انسبايرد اكسجين كونسنتريشن، تو المريض ده بيتنفس اكسجين مركز، اكسجين كونسنتريشن تو اكسجين مركز، زي الفنتيري ماسك والهيد بوكس او سيمي كلوز اناسيزيا سيركيوت. دي الطرق اللي انا هدي بيها اكسجين بس بتركيز عالي. يبقى في فرق ما بين التركيز اللو وفي فرق ما بين التركيز الهاي.
ايه هي المخاطر اللي انا ممكن اشوفها لما اجي ادي الايه الاكسجين؟ طب ممكن في مخاطر اللي هو الفاير، اللي هو يحصل مثلا لا قدر الله تسرب للبتاع او حد ولا حاجه يحصل فاير اللي هو الحريق، او ان انا برضو ممكن ادي اكسجين يحصل بيبقى ريسك ان انا ادي اكسجين خصوصا المرضى اللي هو السي او بي دي اللي هو الايه اللي هو الكورونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، ده سي او بي دي اختصار للكورونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. لما بديهم اكسجين بطريقه يعني بتركيز عالي قوي بيحصل حاجه اسمها ريسبيراتوري ديبريشن، ريسبيراتوري ديبريشن ده في بعض الحالات. في حالات تانية ممكن يحصل فيها بقول عليها بلمونري اكسجين توكسيستي اللي هو التسمم بالاكسجين. هنا لما بدي المريض ده بيتعرض للاكسجين بطريقه عاليه قوي والفتره طويله بيؤدي لي ان هنا البرينكيوم تشينج، البرينكيوم اللي هي الخلايا اللي هي موجوده جوه الالفولاي هنا بتبدا تتغير، فلما بتتغير نتيجه التوكسيستي نتيجه التسمم بالايه بالاكسجين اللي هو عالي التركيز والفتره طويله. طب اللي هي البلمونري اكسجين توكسيستي دوت عاده الاف اي او 2 بيبقى اعلى من 50% لفتره بتزيد عندي فتره طويله، فبالتالي بتؤدي لي بتؤدي لي الاو 2 توكسيستي اللي هو التسمم بالاكسجين. بيحصل هنا في بعض الحالات اللي هي البلمونري تشينج هنا كان هناك قلنا في سي او بي دي بيحصل في حالات التوكسيستي سوري في حاله التوكسيستي بالاكسجين اللي هو البرينكيوم بيحصل فيها تشينج، انما هنا في حاله البلمونري تشينج في الاي في الاي ار دي اس اللي هو الاكيوت ريسبيراتوري ستريس سندروم اكسوديتيف تشينج والبرفوريشن تشينج. هنا الاكسوديتيف اللي هي في الانتجه بيحصل فيها الاختلاف والبرفوريشن بيحصل فيها تشينج. طب المريض هيشتكي مني هنا ايه؟ ان هو يحصل قف، بيحصل اللي هو القف اللي هو الكحه بيرنينج ديسكمفورت واحساس بحرقان في فم المعده، بيحصل نوزيا فوميتنج اللي هو الايه الميل للقيء والترجيع، ويحصل صداع وماليزيس اللي هو الايه وجع في الجسم او رعشه ان هي ايه يعني وجع في الجسم. كمان ممكن يحصل في اللي هو ايه الريترو لينت اللي هو الفايبروبليزيا، الريترو لينت فايبروبليزيا بيحصل هنا بيرفوريشن او في الفايبروزيس تيشو ايميديتلي هنا اللي هي موجوده زي بيحصل بيرفوريشن اللي هو زي ايه تهتك بيحصل فيه هنا في اللينسز بتاعت الاي، نتيجه هنا ممكن تؤدي لحاجه اسمها البلايندنس اللي هو العمى. ده بيحصل عاده دول بيحصلوا في البريماتيور انفانت الاطفال اللي هم ايه مش مكتملين او بسميهم الاطفال المبتسرين اللي هم ناقصين نمو، فلما بيبقى ناقص نمو يدخلوا الحضانه ويحطوا له اكسجين، فبالتالي لو الاكسجين ده تركيزه عالي وبياخده فتره طويله ممكن كمان الريتنا فيزلز او اللي هو الاندوثيليوم يحصل تشينج ويحصل الريتنا اتاشمنت اللي هو انفصال في الشبكيه بتاعه الطفل دوت نتيجه الاكسجين العالي. عشان كده بقول لما اجي ادي اكسجين لازم بغطي عيون الطفل دوت او بغطي عيونه عشان ما يتعرضش لاكسجين عالي قوي يؤدي لي انفصال في الشبكيه ويؤدي لي للبلايندنس اللي هو للعمى. عشان كده بقول لازم احافظ عليه اللي في حالات اللي هو النيونيت او اللي هو البريماتيور انفنت الاطفال اللي هو الايه المبتسرين. عشان كده بقول ممكن برضو دي من المخاطر اللي هي ممكن تحصل لما باجي ادي اكسجين. طب البحالات كمان البيشنت اللي هو بياخد كيموثيرابي اللي هم مرضى الكانسر برضو بيبقوا بياخدوا حاجه اسمها اللي هو البولومايسين اللي هو ده نوع من انواع المضادات الحيويه، من نوع المضادات الحيويه ده مع الاكسجين ممكن كمان يحصل لي بيعمل حاجه اسمها البولمونري فايبروسيس اللي هو الايه اللي هو زي فايبروسيس في البولمونري نتيجه وجود اكسسيف من الاكسجين سيرابي اللي هو بياخد اكسجين سيرابي بطريقه ايه عاليه. دي كومبارزون ما بين النيزل كانولا والفيس ماسك زي اللي هي مقارنه ما بينهم. هنا في حاله النيزل هنا سيوتابل وكمفورتابل للبيشنتس بيبقى كومفورتابل اكتر من الفيس لان هنا بيقلل الانكزايتي بتاع المريض، هنا البيشنت بيقدر يتكلم وبيقدر ياكل، الماوس يقدر ان هو يتنفس منه، لكن هو بيقول ايه نوت افكتنج كونسنتريشن بيكون اقل في تركيز الايه الاكسجين عن الفيس ماسك. الفيس ماسك هنا بيدي له هاي كونسنتريشن من الاكسجين اكتر من النيزل كانولا. ده الفرق ما بين النيزل دي كده كسامبل كحاجه مثال بس ما بين اللي هو النيزل كانولا والفيس ماسك. طب الفيس تنت ده اللي هي الخايمه اللي بتتحط على الهيد بتاع المريض دوت في حالات ان هنا البيشنت ده بورلي تولوريتد باي تو ذا بيشنتس لما المريض بيقدرش ان هو ايه عايز ان انا امده باكسجين عالي جدا ببدا ان انا اديله من 30% ل 50% من تركيز الاكسجين بديله من 4 ل 8 لتر في البير مينتس عن طريق الفيس تنت. لما بيكون عايز ادي تركيز عالي من الاكسجين هديله عن طريقها لان هنا من الـ
من الفيس تنت دي بتديني 30 ل 50% تركيز اكسجين، وفي نفس الوقت بتديني من 4 ل 8 لتر في البير مينت. الفيس ماسك في البيشنتس دوت الفيشال سكين ماست بي كيب دراي، لازم احافظ على السكين بتاع البيشنت اللي بحط له الفيس ماسك او الفيس تنت دي، لازم ان انا احافظ على ان هو يبقى دراي. طب وايه تاني؟ ان انا كل شويه افحص للسكين بتاع المريض دوت، لان هو هيحصل في اللي هو الايه حاجه اسمها دامنس، دامنس هيموديتي، هيموديتي اللي هو رطب، اللي هي الايه دامنس اللي هي الهيموديتي ان هو رطب، او يحصل كيفنج، كيفنج اللي هو او اتشنس، اتشنس اللي هو حصل فيها الايه زي ان هو عايز يهرش فيها، ان هو اتشنج، اتشنج اللي هو الاكلان او يهرش فيها، ويحصل دراينس نتيجه الايه. في الحاله دي يبقى المريض ده محتاج ان انا اديله حاجات مرطبه للسكن عشان بيعمل دراينس فين؟ في السكن. هنا لازم احط على البيشنس ده لما اجي احط له الفيس تنت دي لازم احكمها كويس قوي واعمل لها سكيور اراوند للهيد بتاعت المريض. طب هنا في نوع تاني من انواع النيوبلايزر سيرابي. ده النيوبلايزر دوت عباره عن جهاز بستخدمه ان انا ادي بيه ميديكيشن للمريض، بيحصل انهيلنج، انهيلنج ان هو بيستنشقه ويخش على اللانج مباشره. هنا الغرض منه هنا ان انا بعمل هو ريليف، بعمل ريليف للبرونكوسبازم، للتقلص بتاعه البرونكو، وفي نفس الوقت بيقلل لي وبيزيل الديسنك، وفي نفس الوقت في اللي هو بيعمل ديسولفنج لي سكريشن اللي موجوده جوه الشيست، وبيحسن لي عمليه الايه الريسبيريت. طب هنا لازم اننا هنا في الريسبيراتوري ديس اوردر ما يكون فيها عنده برونكوسبازم ان هو بيعمل ليكويد وريموف لكل السكريشن اللي موجوده جوه اللنج، بتبدا ان هي تخرج. لو بيقلل لي الانفلاماتوري او الالرجي ريسبونس اللي موجوده في الابر ريسبيراتوري تاك، كمان بيعمل كوركت للهيموديفيتي ديفكت للانسبيريشن تي اير، بيعمل ايه ترطيب للهواء اللي داخل بيسنج ديورنج يوز ذيس ماشينز. طب وفي نفس الوقت برضو هنا ممكن دي الماشين فنتيليشن في حالات الكريتيكال، مستخدمه في حالات الكريتيكال او البوست سيرجري بيشنت ممكن كمان ان انا استعمل. انواع منه النيبلايزر، في انهيلر، انهيلر اللي هو الانهيلر اللي هو البخاخه اللي انا ممكن استعملها زي الصوره الاولانيه، او الجيت نيبلايزر الصوره الثانيه، او الصوره الثالثه اسمها التراساوند نيبلايزر. دي كلها انواع منهم ان انا بدي بيها بخاخات او بدي بيها الايه الميديكيشنز اللي انا ادخلها ان هو يستنشقها وتخش على طول مباشر ان هي ايه لللونج. طب النيرسنج الارت، الممرضه لازم تكون واعيه بايه؟ لازم تعلم البريد هاو تو يوز ذيس ديفايس، ان هو يستخدمه ازاي عشان ان هو يعمل سيلف كير افتر ديسشارج، بعد ما يخرج من المستشفى يعمل سيلف كير لنفسه، وان هو افويد هنا الايه الميت، ان البيشنتس دوت هقول له ان هو ياكل قبل او بعد الجلسه مباشره عشان ما يزودش عنده ان هو هيعمل عند المريض ده حاجه اسمها ابيتايت سبريشن، او ممكن كمان يبقى في فرصه ان هو يعمل فوميتنج، ان هو يعمل فوميتنج. طب الاكويبمنت ديت ان انا هستعملها في الحالات الديفايس ديت، ان انا هشوف عمر المريض قد ايه، هشوف ان هو يستخدم انهي نوع، بيكون فيه جينيوريتور، الجينيوريتور اللي هو الايه اللي هو مكان او اللي هو الباور اللي هي مصدر الطاقه اللي هو يستخدمه او الباور سورس اللي انا عايزاه، وفي هنا في الماوس بيس اللي هي قطع من القماش او فيس ماسك ان انا اللي هستخدمه، والديسبوزابل جلوفز اللي هو الجوانتي اللي انا هستخدمه، والبروتكتنج ماسك، والفلو ميتر اوف اكسجين اوردر، والميديكيشنز اللي انا هستخدمها. يبقى هنا على حسب عمر المريض هشوف ان انا استخدم مثلا السبراي اللي هي الايه زي البخاخه اللي هي العاديه، وفي نفس الوقت الجنريتور اللي هو المكنه بتاعه المولده للكهرباء، او الباور سورس اللي هو مصدر الايه الباور الكهرباء اللي هو موجود عندي، او ان انا هند انترفيس، انترفيس اللي هي زي قطعه قماش او فوطه بتتحط على الايه على الايه تحت الماوس بتاع البيشنس ده، او ان انا هستخدم كمان زي الفيس ماسك والديسبوزابل جلوفز الجوانتي اللي انا هلبسه، والفلو ميتر اللي انا هستخدمه، بشوف الاكسجين كمان اللي هو موجود عندي وبحضره، وبحضر كمان معايا الميديكيشنز. انهيلر، انهيلر اللي هي الايه اللي هي الحاجات اللي هي الاستنشاق، اول حاجه عشان اديها للمريض ده ببص على التشارت او الكاردكس بتاع المريض او الشيت بتاع المريض، بشوف هياخد انهي نوع من الانهيلر اللي هو هيستنشقه بالظبط. بيبقى فيه بيبر تيشو اللي هي الفوطه اللي احنا قلنا عليها، بيبقى عندي ووتر وليب كريم، بيبقى متطلب عشان بيحصل دراينس ايه في الحاجات دي في الليب او في السكين بتاع الفيس بتاع المريض دوت. وده شهر
الالترا ساوند نيوبلايزر، الالترا ساوند برضو ببص عليها بشوفها، بتاكد ان هي موجوده، بتاكد ان الدكتور كاتبها في الكاردكس. بيحتاج معاها استرايل ووتر، ميه مقطره او ميه معقمه، والماوس بيس اللي هي الفوطه اللي انا هستخدمها، او معاها اكسجين ماسك بيبقى في الميديكيشن اللي الدكتور كاتبه في الشيت بيبقى محضره معايا، بيبقى في اللي هو الايه، في اللي هو السبيوتم مج، سبيوتم مج اللي هو المج موجود عندي لان هو هيكح ويطلع سبيوتم، فبحط فيه بعمل كوليكشنز واجمع فيه كل السبيوتم لو انا محتاج ان انا ابعتها كسبيسمنت كعينه للمعمل. وبيبقى فيه تيشو بيبر ووتر واللب ليبريكانت موجود عندي، وده الشكل بتاعه اللي هو موجود عندي. وشكرا لحضراتكم.